السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، نحييكم في الحلقة الأخيرة من برنامج تفاعل الذي تواصل معكم طوال فترة معرض الاتصالات وتقنية المعلومات بمركز عمان الدولي للمعارض كوميكس 2014. اليوم وبعد ساعات قليلة يسدل الستار وتقفل أبواب معرض كوميكس 2014. يعني عندكم حوالي ساعتين من الآن اللي ما لحق إنه يزوره ويتعرف على التقنيات والتكنولوجيات الحديثة التي يقدمها المعرض لكل زواره، يقدر إنه يتفضل عندنا وإن شاء الله يلقى كل ما يحب وإن شاء الله يستفيد من كل الخدمات اللي يقدمها المعرض. أذكركم إن معرض كوميكس يضم ثلاث أجنحة، جناح يختص بالأعمال، وطوال فترة المعرض بشكل يومي كانت تتم عدد من الصفقات الكبيرة لبعض الشركات المرموقة في مجال تقنية المعلومات، إضافة للركن الخاص بالتسوق اللي تم تدشين مجموعة من الأجهزة هنا في كوميكس 2014 في ذلك الركن، ولاقت إقبال جدا جيد من زوار المعرض اللي يبلغ عددهم إلى هذه اللحظة بلغ عددهم 60,000 زائر. الركن الثالث يعنى بالخدمات الحكومية وخدمات الحكومة الإلكترونية. 36 مؤسسة حكومية تعرض خدماتها على الزوار. ما شاء الله إقبال جدا كبير، واليوم بالذات لأن اليوم الأخير الازدحام مثل ما لاحظتوا في اللقطات اللي عرضناها عليكم ورواكم إياها مخرجنا، إن اليوم الكل يعني يلحق ما تلحق، الكل اللي فات الشيء حاب إنه يستفيد منه اليوم. نحن معاكم إن شاء الله لحد الساعة 9 مساء، فكونوا برفقتنا في برنامج تفاعل. فاصل قصير ونبدأ معاكم وننطلق بتفاصيل حلقتنا لليوم. معرض كوميكس 2014 يعرض المشاريع الإلكترونية وآخر مستجدات المعلومات والاتصالات، لما يمثله المعرض من أهمية كبيرة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات. شاركت في المعرض مجموعة من الدول التي رغبت في عرض تجاربها وآخر المستجدات والتجارب في عالم التقنية والاتصالات، بالإضافة إلى الاستفادة من تجارب الشركات المشاركة في المعرض للحلول البرمجية وتحديث بعض البرامج الإلكترونية لخدمة المستهلك والمستفيد من الخدمات المختلفة في تلك الدول. طبعاً احنا نتشرف بالمشاركة معكم في معرض كوميكس، وكل الشكر لكم وحق الضيافة واستقبالكم وحسن الاستقبال. طبعاً احنا كجهاز مركزي، احنا مثل ما يقول الاي تي مال الدولة، احنا دائماً نربط الجهات الحكومية كلها في موقع واحد. احد مشاريعنا هو e.gov.kw، بتوفر فيه 800 خدمة، 150 خدمة منها دفع إلكتروني، في عندنا كول سنتر. دائما نسعى لتبادل الخبرات معاكم ومع دول الخليج عامة. بالنسبة لأنظمة قطاع البنوك في الاتصالات، في أنظمة قطاع تكنولوجيا المعلومات وتعليم الإلكتروني، مجموعة شركات، عندنا 4 شركات في مجالات مختلفة، 4 مجالات في تدريب الطلاب، تريننج سنتر الاي تي من مايكروسوفت، في عندنا شركات للموبايل بانكينج سوليوشن، في ابلكيشن للاي ليرنينج مانجمنت سوليوشن، يعني قطاعات مختلفه بتلبي الاحتياجات للاي تي، بنوصلها في قطاع الحكومي والقطاع الخاص الموجود في عمان. الحكومه الالكترونيه التقليديه الى مفهوم التحول الذكي للحكومه. فعلا شاركنا في المعرض هذا كان عندنا جناح وزاره الماليه وهيئه العامه لتنظيم قطاع الاتصالات،
وصندوق الزواج ووزارة الطاقة. حابين نحن نعكس تجربة الدولة في مجال التحول للنظام الذكي في تقديم الخدمات، سواء كانت الخدمات مقدمة للجمهور أو الخدمات الداخلية اللي تخدم أهداف الإدارة أو الوحدة المؤسسية. حركة الشراء كان الحدث الأبرز للجمهور الكريم وزوار المعرض. والله المشاركة كانت الحمد لله كويسة، في إقبال رائع من الجمهور. وإحنا هنا كأردن بنمثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن، جايين نعرض آخر منتجاتنا وآخر ما يعني آخر الإصدارات في الاتصالات. We are here representing the Republic of Estonia and Estonia. نحن هنا للمشاركة من جمهورية إستونيا بمعرض كوميكس 2014 لعرض تجربتنا في مجال التقنية والاتصالات والاستفادة من تجارب الدول والشركات المشاركة في المعرض. مرت أيام معرض كوميكس 2014 سريعاً بالتوافق مع سرعة التقنية وعالم الاتصالات. مشاهدينا الكرام، ضيفنا الأول اليوم في برنامج تفاعل راح يحدثنا عن المركز الوطني للتصديق الإلكتروني. نرحب بضيفنا المهندس يحيى بن سالم العزري، مهندس شبكات بهيئة تقنية المعلومات. يا أهلا ومرحبا فيك معنا. أهلا وسهلا. طبعا احنا نحييك في الحلقه الاخيره من برنامج تفاعل واليوم الاخير لمعرض كوميكس 2014. كيف شفت الاقبال وشفت المعرض واركانه بشكل عام؟ نعم، على غير المتوقع لاحظت اقبال شديد من الناس على المعرض، وكنا سعيدين بالفعل في استقبال الناس وإخبارهم عن التصديق الإلكتروني وأهمية التصديق الإلكتروني وكيف راح يساعدهم على إتمام الخدمات الحكومية الإلكترونية بالإضافة إلى الخدمات القطاع الخاص. بنتحدث إن شاء الله بإسهاب عن التصديق الإلكتروني، ولكن بداية يريد لو تعرفنا وتعرف المشاهد الكريم عن فكرة المركز بشكل عام، المركز الوطني للتصديق الإلكتروني. المركز تم تدشينه في 23 ديسمبر 2013، وهدفنا الرئيسي في المركز تسهيل الخدمات الحكومية وخدمات القطاع الخاص الإلكترونية بالطبع للمواطن والمقيم. نعم، في كوميكس 2014 قاعدين تركزوا بشكل كبير للحديث وتوصيل المعلومة فيما يخص مفهوم التصديق الإلكتروني، فياريت لو تفهمنا التصديق الإلكتروني إيش بالضبط يعتبر؟ التصديق الإلكتروني يعتبر من المشاريع الرئيسية في الاستراتيجية الوطنية لعمان الرقمية، وهو يعتبر الحل التقني الذي يساعد مستخدمي الإنترنت على إتمام عمليات إتمام التعاملات الإلكترونية بسلامة وموثوقية تامة، وذلك باستخدام تقنيات على مستوى عالي من الثقة. نعم، كيف تبنوا هذه الثقة ما بين المستخدم وما بين مواقع التواصل الاجتماعي أو المواقع بشكل عام على الإنترنت؟ طيب، نحن عندنا ثلاثة أطراف. الطرف الأول هو مقدم الخدمة، سواء كانت مؤسسة حكومية أو مؤسسة قطاع خاص. الطرف الثاني وهو المستخدم لهذه الخدمة، إما أن يكون مواطن أو يكون مقيم. ونحن نكون الطرف الثالث، ولكن نسمى الطرف الثالث الموثوق. فنحن نقدم هذه الخدمات المعتمدة دوليا والتي تقدم مثل ما أسلفت مستويات عالية باستخدام تقنيات خاصة. نعم،
طيب طبيعة الخدمات الأخرى اللي يقدمها المركز الوطني للتصديق الإلكتروني؟ طيب نحن الأساس في التصديق الإلكتروني هو الشهادات الرقمية، وعندنا أنواع كثيرة من الشهادات الرقمية، هم 7 أنواع، ولكن 5 أنواع منها يتم استخدامها بواسطة الناس. نعم. اللي هم المواطن والمقيم بالإضافة إلى موظفي المؤسسات. نعم. ولكن عندنا شهادتين هم نعتبرهم الأساس، وهما شهادة التعرف على الهوية. نعم. وشهادة التوقيع الإلكتروني. نقدم هذه الخدمات أو هذه الأنواع، هذين النوعين من الشهادات بطريقتين. الطريقة الأولى البطاقة الشخصية. نعم. والطريقة الثانية الهاتف المتنقل. نعم. يجي هنا الفرق في البطاقة الشخصية، لابد أن تكون البطاقة الشخصية هي البطاقة الجديدة. عندي هنا مثالين، هذه البطاقة الشخصية الجديدة وهذه البطاقة الشخصية القديمة. لو تلاحظوا هنا هذه يعني في كود معين، هذا الكود. نعم. أيوة. كلا البطاقتين تحمل الشفرة الخاصة أو الشريحة، ولكن هذه تتميز بهذا الكود. يعني البطاقة الجديدة والتي بدأ إصدارها بشرطة عمان السلطانية في شهر مايو 2013، ولكن بدأ العمل في التصديق الإلكتروني عن طريق هذه البطاقة من تاريخ 14/7/2013. فهنا دعوة للناس اللي عندهم البطاقة القديمة أو للي عندهم البطاقة الجديدة قبل 14/7/2013 بالذهاب للأحوال المدنية واستبدال البطاقة، وبالتالي يتم إنزال هذين النوعين من الشهادات. نعم. وهما شهادة التعرف على الهوية وشهادة التوقيع الإلكتروني. نعم. بعد ذلك يجب على المواطن أو المقيم بالذهاب إلى أجهزة الخدمة الذاتية، والتي توفرها هي تقنية المعلومات في المراكز التجارية وفي بعض الكليات وبعض الجامعات، وعليه أنه يفعل خدمات التصديق الإلكتروني. نعم. وبعد ذلك بإمكانه استخدامها. نعم. أتمنى من الكل أن رسالتك تكون وصلت لكل من يتابعنا، ليتسنى للجميع الاستفادة من خدمات التصديق الإلكتروني والخدمات الحكومة الإلكترونية بشكل عام. شكرا لك أخوي المهندس يحيى بن سالم العزري، مهندس شبكات بهيئة تقنية معلومات، يعطيك ألف عافية، وشكرا لك وشكرا للهيئة على جهودها الكبيرة. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا. مشاهدينا الكرام، ننتقل بكم الآن للزميل محمد المهري. مساء الخير. مساء النور. ابتهال اكيد طبعا نقول ملتقى تقني هنا في معرض كومكس 2014، الخمس ايام مرت علينا بسرعه اكيد. يعني فعلا محمد احنا ما حسينا بالوقت مع كومكس، لانه ما شاء الله فعاليات كثيره واركان كثيره، وانت من خلال تجولك يعني كل يوم قاعد تبهرنا باشياء حلوه، وفي شيء يعني جنبك كانه طفل بس ما ادري شو سالفته، يعني اشوف دشداشه وكمه بس ما فهمت من اللي لابسها. اكيد الان ان شاء الله يكون معنا هذا الشرح الوافي ان شاء الله طبعا لهذه التفاصيل، نقول التقنيه وربما انتاجات مهمة جدا تخدم أيضا فئة من المجتمع وهم أيضا ذوي الاحتياجات الخاصة. ابتهال طبعا ومشاهدينا الأكارم، نحن الآن أمام دمية إلكتروميكانيكية، هي تعليمية تعطي أكيد هكذا مساحات كثيرة جدا من التوعية، وهي ضمن مصنع الابتكار لأحدى مبادرات هيئة تقنية المعلومات لدعم الابتكار. بأمانة نقول ألف تحية لهيئة تقنية المعلومات على هذه هذه الجهود الجبارة، بأمانة هذا الدعم اللامتناهي لشبابنا من خلال أيضا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الشباب اللي عندهم هكذا ثقافة الابتكار. في الأخير هناك جهة حكومية تستطيع أن تعطي الخيارات الواسعة من خلال أيضا الاستشارات والدعم. لنقترب أكثر أكيد المشاهدين الكرام المتابعين بيشوفون مثل ما ذكرت طبعا ابتهال دمية، ولكن هذه الدمية تستطيع من خلال تقنية، وهذا هو جديد التقنية هنا مع فراس المسافر، سيعطينا أكيد تفاصيل عن هذه الدمية وهم سموها سعيد، وطبعا أهدون أيضا هذا الاسم، وهو أيضا نوع من اعتبروه لزمة لهذا الاختراع. مساء الخير فراس. مساء نورة. السلام عليكم فراس. طبعا نحن الآن على الهواء وكثير أيضا من الجمهور محاط فينا، الناس مستغربين يريدوا يعرفوا ما هي هذه الدمية، لو تحدث المشاهد الكريم عن الدمية.
طيب دمية احنا مسمينها سعيد، وهي دمية الكتروميكانيكية صنعوها مجموعة من شباب العمانيين المبتكرين، وهي تحت رعاية مشروع من احد مشاريع الهيئة الداعمة للابتكار اسمها مصنع الابتكار. طبعا هي دمية تعليمية، الغرض منها يعني ممكن تستخدم في المستقبل مثلا في المدارس، في المجمعات التجارية، في أماكن كثيرة لتوصيل أي رسالة تربوية أو تعليمية. طبعا مثل ما خبرتكم الدمية بالكامل صنع عماني، من خياطة لتصميم لأجزاء داخلية لبرمجة يعني. طيب فرص تقريبا العمل كامل استغرق تقريبا 3 أشهر، 8% كان هناك أكيد تصاميم، ونتحدث عن تصاميم تقنية لدمية أيضا تمثل أيضا عمل تقني كبير، وبالتالي كان 20% هو عملية التركيب والتنفيذ. حدثنا عن 3 أشهر، كيف قضيتوها في روح الفريق، في الدعم المشترك، هذا الطموح اللي كان عندكم يصاحبكم أنت والفريق لإنتاج هذه الدمية؟ طبعا احنا قضينا في تصنيع الدمية 3 أشهر مثل ما تفضلت، واحنا غالبا في يعني لما نجي نبتكر ابتكار ونصنع جهاز يعني نركز اكثر شيء على الجانب التصميم والتنفيذ اخر شيء، يعني احنا تقريبا 80% من وقتنا قضيناه في التفكير في الكونسبت مال الدميه نفسها. احنا في البدايه كنا نبي نعملها على شكل يعني مثل يعني شبيه بالشكل البشري، وبعدين الشباب فكروا قالوا ليش ما نعملها على شكل دميه يعني قريبة من مثلا شخصيات افتح يا سمسم اللي هي كنا تربينا عليها، فبس فطلعنا بهذا التصميم وطلعنا بالاسم، وطبعا مثل ما خبرتك كل شيء تشوفه انت امامك الان صناعة عمانية. طيب سعيد، طبعا افتح يا سمسم انت ذكرتنا بافتح يا سمسم، تعلمنا من دمية نعمان وايضا ملسون، تعلمنا اللغة العربية الجميلة جدا، في الاخير هي دمية ولكن لها اكيد افق وايضا واهداف كثيرة تعليمية. سعيد تسمية ربما نقول سعيد العماني لانه يمثل ايضا تفاصيل عمانية، وإذا كان له تاريخ ميلاد فنقول ولد في 7/11/2014 عند ولادة معرض كوميكس 2014. في النهاية فراس نشكركم جزيل الشكر، ولكن قبل ما نودعكم ما هي الأهداف اللي تتوخوها من هذه الصناعة؟ احنا نتمنى إن شاء الله يعني نستخدم سعيد على أكمل وجه كأداة تعليمية، نتمنى نوديها المدارس، الكليات، الأماكن العامة، بحيث ان نبرمجها يعني توصل محتوى تربوي تعليمي تثقيفي، وهذا املنا ان شاء الله. شكرا فراس. طبعا فراس المسافر هو ايضا والمجموعه ايضا الف تحيه لهم، نشكرهم، وهكذا مثل ما نقول دائما شبابنا تواق للمبادره، شبابنا عندهم كثير من الامكانات، فقط محتاجين هكذا التحريك من الجهات المختصه، وهي رساله ايضا من خلال ختام فعاليه معرض كوميكس 2014. هكذا ايها الاحبه كنا معكم في هذه التغطيه الحيه والمباشره في برنامجنا تفاعل من خلال هذا الربط الحي والمباشر، اكيد تفاصيل لا زالت في برنامجنا تفاعل، والانتقال مباشره الى الابتهال. شكرا لك محمد، يعطيك العافيه، وننتقل معكم بعد شوي الى ضيفنا الثاني، ولكن من بعد هذا الفاصل القصير. يعتبر معرض كوميكس 2014 مجالاً واسعاً للشركات العالمية لعرض منتجاتها وآخر مستجداتها التقنية للقطاع الحكومي والخاص والأفراد، ومن بينها شركة سيسكو التي تعتبر من أكبر الشركات في عالم الاتصالات وتقنية المعلومات. طبعاً شركة سيسكو هي الشركة رائدة عالمية في مجال الاتصالات وشبكات وأمن الشبكات. الجديد في هذا العام من شركة سيسكو الفيزيكال سيكيورتي، طبعاً كما تشاهدون من خلال هذه الشاشة الحصول على بيانات واضحة من خلال الفيزيكال سيكيورتي الكاميرات اللي موجودة، تعرضها فوق، تعرضها فوق، تفضل.
طبعا هذه احدث ما انتجته شركه سيسكو في مجال الفيزيكال سيكيورتي وهي الكاميرات الامنيه. فكما تشاهدون في الصوره عندنا كاميرات متخصصه للخارج، تكون في خارج مثلا خارج المؤسسه في سور المؤسسه، وعندنا ايضا كاميرات داخليه تكون بداخل المؤسسه. كما تشاهدون حاليا هذا بث مباشر وحي من مكتب سيسكو في لندن. ما نقدمه اليوم هو احدث تقنيه في مجال الاتصال المرئي او كما يسمى الفيديو كونفرنسينج سولوشن. طبعا احنا متصلين مباشره بفرع سيسكو في لندن مباشره على الهواء مباشره، وكما تشاهدون وضوح الصوره. ايضا الجديد في معرض كوميكس لهذا العام سيسكو اي بي تليفوني سيستم او التليفونات باللغه العربيه. طبعا الجديد في هذا المعرض هذا التليفون اللي يسمى دي اكس 650، واللي يميز هذا التليفون والاتصال المرئي والاوبريتنج سيستم اللي هو الاندرويد. طبعا من خلال هذا التليفون ممكن القيام بالاتصال المرئي او الفيديو كونفرنسينج، الاتصال الصوتي او الفويس، ومن خلال ايضا ممكن تصفح الانترنت والقيام باعداد المواعيد وتصفح الايميلز. ايضا ما يميز هذا التليفون هو توصيله بشاشه اكبر كما ترون حاليا هنا. لاعطائكم صوره مبسطه عن هذا التليفون، وكما تشاهدون كانه يشبه سطح اي تليفون ذكي مثل سامسونج او اتش تي سي. من خلاله ممكن تقوم بعمليه الاتصال او اعداد او تصفح الايميل او تصفح الانترنت. نتمنى أن يكون معرض كوميكس 2014 قد حقق الأهداف المحددة في إطار بناء شراكة تقنية حقيقية مع العالم الخارجي وأحدث تقنية الاتصال. كثيرة تهتم بالمشاركة بمعرض كوميكس بشكل سنوي، وطبعا وهيئات مختلفة ومتنوعة دائما تدعم هذا المعرض لإيصال كل ما هو جديد في عالم تقنية المعلومات لخدمة المواطن الكريم. هيئة تنظيم الاتصالات بمعرض كوميكس 2014 ومشاركتها بعرض العديد من البرامج التوعوية المتعلقة بتنظيم خدمات الاتصالات والبريد بالسلطنة. رح نتعرف على ركنهم وعلى الخدمات والخدمات التوعوية التي يقدموها أيضا لزوار المعرض في جوانب مختلفة ومتنوعة مع الأخ ناصر بن سالم الشعيلي اختصاصي إعلامي بهيئة تنظيم الاتصالات. يا هلا ومرحبا فيك. هلا وسهلا فيكم. أنتم ركزتوا هذا العام في معرض كوميكس على الجانب التوعوي لعدد كبير من ما راح أقول المشاكل، ولكن راح أقول يعني الأمور اللي قد تكون يعني نوعا ما غير متوفرة وخدمات يحتاجها المواطن في مجالات مختلفة. نتحدث شوي قبل عن هذا الموضوع، خلينا نتحدث عن آلية تقديم الشكاوي الخاصة والمتعلقة بقطاع الاتصالات، ومع مرور الزمن هذه الشكاوي قاعدة تزيد، مشاكلها قاعدة تزيد. أنتم كهيئة تنظيم الاتصالات كيف تتعاملوا وإيش آلية التعامل مع هذه الشكاوي؟ طيب أولا دعني أعطي رؤية عامة عن المجالات التوعوية في جناح هيئة تنظيم الاتصالات في معرض كوميكس 2014. طبعا تحرص الهيئة بشكل سنوي على تعزيز التوعية والتواصل مع الجمهور الزائر لمعرض كوميكس بشكل سنوي. من المحطات الأساسية اللي ركزنا عليها هذه السنة هو مركز الاتصالات الخاص بهيئة تنظيم الاتصالات. لأرجع وأجيب على سؤالك حول الشكاوي، تم إنشاء مركز اتصالات متخصص لتلقي الشكاوي الخاصة بخدمات الاتصالات. في محطة أخرى المختصين يلتقوا بالناس، يتم تعريفهم للتفريق بين أجهزة الاتصالات الأصلية والمقلدة. نعم. أيضا بما أنه قطاع البريد تم إضافته ك
لهيئة تنظيم الاتصالات كتنظيم هناك تعريف باختصاصات قطاع البريد. معنا مبادرة أيضا هي لذوي الإعاقة السمعية لعلي سوف أفصل عنها لاحقا. معنا هناك أيضا قسم للتعريف بأفضل باقة ممكن يستخدمها المستهلك في قطاع الاتصالات. وأيضا معنا حتى حرصنا هذه السنة لنضع الزائر على الصورة في الحدث شاشة لتعرف الزائر والسائل عن قوة الإرسال أو الشبكات القريبة من مكانه من منزله من قريته. نعم. من خلال الواقع في جناح تنظيم الاتصالات. هناك نظام أيضا نظام الخدمات الراديوية التي تم تدشينه مؤخرا اللي هو إصدار التراخيص الراديوية بطريقة آلية وهو نظام متقدم آلي. أيضا نظام تتبع المركبات. هذا يعني معظم المحطات التوعوية في جناح تنظيم الاتصالات. وجوانب مهمة وتهم المجتمع كله بشكل كبير. لو يعني احنا راح نتحدث ان شاء الله قد ما نقدر بالتفصيل عن كل حملة توعوية وكل جانب ركزتوا عليه في كوميكس 2014. نرجع لموضوع الشكاوي اللي قاعدة تزيد. كيف تتعاملوا معها؟ نعم طبعا بلا شك مع زيادة جمهور قطاع الاتصالات مع زيادة المشتركين مع تعدد وتنوع خدمات الاتصالات مع وجود التقنية الذكية والجديدة في الأسواق لابد هناك بعض الإشكاليات التي لعلها تكون ما واضحة لدى المستهلك. طبعا التواصل جدا فعال ومتطور بيننا وبين المستهلك. هناك آليات لابد أن يتبعها المشترك في خدمات الاتصالات. لو ما واجهته أي عقبة في خدمة من خدمات الاتصالات عليه أولا طبعا التوجه لأي موفر خدمة الخاص به سواء عمان تل أو النورس وإبلاغهم بذلك، وإن تعذر عليه أن يقدم بلاغ وطبعا حسب القانون أنه ينتظر 15 يوم عمل حتى يحصل على الرد. بعد حصوله على الرد طبعا إذا تمت أنهيت المشكلة عند المشغل فخير وبركة. إن لم يقتنع صاحب الشكوى بعد 15 يوم من رد الهيئة من رد المشغل عليه أن يقدم رسالة أو شكوى للهيئة. طبعا الهيئة كالعادة تقوم بالنظر بالتنسيق مع المشغل والمشتكي. وطبعا الحمد لله معظم الشكاوى التي وصلت للهيئة تم يعني البت فيها وحلها. نعم الحمد لله. انا كنت حابه ايضا اتكلم عن خدمه الحمله الخاصه بخدمه ذوي الاحتياجات الخاصه، يعني انت ذكرت لي يمكن قبل الهوا بس انا ما عندنا وقت. نعم هذا العام احنا ركزنا على مبادره هي انسانيه، مبادره دشنا نظام طبعا ذوي الاعاقه السمعيه الصم والبكم لما يتواصلوا مع جهات حكومية أو خاصة لا يعني لعله الطرف الثاني ما يستطيع فهم إشارات هذه الفئة. نعم. فقمنا بالتعاون مع شركة سيسكو بتدشين هذا النظام يسهل لهم عملية التواصل من خلال مترجمين متطوعين. نعم. والحمد لله تم تدشين هذا الجهاز. تفاصيل هذا الجهاز احنا استعرضناها في حلقة من حلقات برنامج تفاعل مع زميلنا عبد الله البحراني. مبادرة جدا جميلة منكم تشكروا عليها، وشكرا جزيلا لك على وجودك معنا اليوم الأخ ناصر بن سالم الشعيلي اختصاصي إعلامي بهيئة تنظيم الاتصالات. شكرا جزيلا لك ويعطيكم العافية. شكرا جزيلا، يعطيكم الصحة. وجودكم دائما مشكورة. مشاهدينا الكرام ننتقل الآن للزميل محمد المهري. شكرا ابتهال. اليوم ابتهال زحمة غير عادية، زحمة تبدأ من المواقف أيضا إلى الأركان، أركان الوزارات. الآن أثناء التصوير نحن الآن في بث حي ومباشر، كثير من الناس أيضا في الوزارات الهيئات الشركات. اليوم الأخير ترى وما في وقت مثل ما ذكرت ابتهال ساعتين تقريبا، الآن نقصت الساعتين إلى تقريبا تبقى ساعة أو شيء، ففرصة أيضا اللي يريد يشتري اللي يريد أيضا يشوف آخر صيحات، حد عنده حتى مشكلة تقنية في شركة بسيطة بادئة، فرصة أنه يجد أيضا الحلول من خلال الاستشارات الإلكترونية المتواجدة. دائما هكذا نشعر بنوع من الفخر والاعتزاز عندما تكون عندنا هكذا نقول منظومة تعليمية جميلة، هي تمثل طبعا جامعة السلطان قابوس، هذه الجامعة التي نشعر فيها بأنه التعليم في السلطنة على المستوى الجامعي بدأ عندما أنشئت جامعة السلطان قابوس بأمر من لدن صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظ الله ورعاه. نقول جامعة السلطان قابوس في أي محفل هي متواجدة، ولكن أن تكون في كومكس 2014 ترعى أركان الشباب وأيضا لها تقنية أيضا حديثة. يسر أن يكون معنا الفاضل هلال البوسعيدي. هلال البوسعيدي قبل الهوى
يعطينا ايضا هكذا معلومه ان جامعه سلطان قابوس تحتوي الان 1,000,000 اصدار الكتروني. هلال مساء الخير. مساء الخير محمد، كيف الحال؟ الحمد لله، وزحمة على ركن الجامعة. والله الحمد لله، طبعا هذا مثل ما عودتكم الجامعة دائما عندها الجديد في خاصة في مجال الخدمات الإلكترونية. فمثلا هذه السنة الحمد لله عندنا خدمات المكتبة، طبعا خدمات المكتبة تنقسم إلى أدوات ومصادر، مثلا معنا الإرجاع والاستعارة الذاتية، بالإضافة لذلك أيضا معنا البحث الموحد اللي هو البحث سواء إلكتروني أو ورقي، سواء من خارج الجامعة أو من داخلها، وأنواع أخرى طبعا من البحث أيضا الإلكتروني فقط أو الورقي فقط. هذا بالنسبة للأدوات. أما كمصادر فنعم مثل ما ذكرت فتحتوي المكتبة على أكثر من 1,000,000 رسالة جامعية على من 4 دول مختلفة على مستوى العالم. كذلك عندها اشتراكات في حوالي 40 قاعدة بيانات، بالإضافة إلى دوريات عديدة تصل بالآلاف. طبعا هلال، يمكن من خلال ايضا دراستي في 2002-2003 كنت في جامعه سلطان قابوس، من الاشياء اللافته الجميله جدا في الجامعه هي قضيه الاستعاره مباشره الى المكتبه. عندك جهاز موجود، يعني نوعيه العنوان حتى فهرس الكتروني متواجد، تستطيع مباشره الا يعني تكبدك عناء البحث مباشره الى الركن المخصص. هل في كثير من طلابكم ايضا يستغلون فترة تواجد هذا الركن هنا في الجامعة، لأنه في الجامعة ربما مشغولين بمحاضراتهم وهكذا، هل في طلاب أيضا من جامعات حتى خاصة يزورون ركن الجامعة هنا؟ أكيد بطبيعة الحال، لأنه خدمات الجامعة أيضا أحيانا تتعدى إلى خارج الجامعة، بحيث أنه أيضا طلاب خارج الجامعة ممكن من داخل المكتبة نفسها أيضا يستفيدوا من خدماتها. طبعا هذا بالنسبة لخدمات المكتبة. أيضا عندنا خدمة جديدة هي لأول مرة تدشن، وهي خدمة بوابة الخريجين. طبعا دابت الجامعة على خدمة الطلاب والأكاديميين والأساتذة والموظفين، أما الآن في هذه الخدمة فهي تخدم شريحة الخريجين، وذلك طبعا شكر وعرفان لهم لما ساعدوا به في جامعة سلطان قابوس، وهم من خلال تسجيلهم في البوابة وبالتالي يستطيعوا الاطلاع على بيانات أي خريج آخر. كذلك يستطيعوا الاطلاع على مثلا كشف درجاتهم، المواد التي درسوها، وكذلك توصيف للمواد. شكرا هلال البوسعيدي، كنت معنا من جامعة السلطان قابوس هنا بمعرض كوميكس 2014، وهذه التقنية أكيد الجامعة في الأخير هي مسؤولة وملزمة أيضا أن يكون هناك تقنية باعتبارها تتعامل أيضا مع كثير من الشباب. شكرا لكم في ركن جامعة السلطان قابوس هنا بمعرض كوميكس 2014 في اليوم الختامي لهذه الفعالة التقنية. لازلنا معكم في هذا التواصل مع الجمهور الكريم، ولكن مباشرة إلى ابتهال والتفاصيل. شكرا لك محمد. الحين راح تكون عندنا كذا جولة سريعة في أحد الأركان اللي تشهد إقبال كبير من قبل الزوار في الجناح المخصص للتسوق. طبعا كل شخص منا يحب إنه، أو مو كل شخص، يعني في ناس ما يهمهم هذا الموضوع، ولكن في ناس يحبوا إنه يقتنوا دائما أحدث الأجهزة المحمولة، وأيضا يحبوا إنهم يزينوها بطرق متنوعة تميزهم عن حاملي نفس الجهاز الآخرين. إحدى الشركات في السلطنة هنا والرائدة في تقديم هذه الخدمة لزوار المعرض وأيضا لزوارهم في المحل هي شركة سويتش أون. معنا اليوم صاحب الشركة وليد بن علي اللواتي ليحدثنا بالتفصيل عن كيف يغيروا التليفون وتفاصيله. السلام عليكم الأخ وليد. وعليكم السلام ورحمة الله. الأخ وليد، يا ريت لو تخبرنا بشكل عام عن الخدمات اللي تقدموها سويتش أون لمستخدمي الهواتف. هي سويتش أون دائما تعتبر بتميز الخدمات وأفكار جديدة حال الزباين، واحد من الأفكار اللي تكلمنا وجبنا في هذه السنة في هذه المعرض فكرة آيفون 5S يكون مطلي بالذهب. هاي نموذج؟ النموذج موجود عندش. أيوة، هي فكرة أن الزبون يقدر يتميز بهذا العرض وبهذه الفكرة، أنه يقدر يكتب اسمه أو أي شيء بغى أو أي تصميم في الهاتف. وكانت الفكرة نزلت هذه السنة في كوميكس بالتحديد. نعم، يعني فكرة حلوة. الحين هاي التليفون، هاي نموذج، وعندنا أيضا نماذج أخرى هنا في البوكس، يعني حتى البوكس مختلف ومتميز عن بوكس الجهاز العادي. كيف الشخص ممكن يحصل على هالخدمة؟ يعني أنا يمكن قبل سنتين
يمكن اول ما نزلت الموضوع انه التلفون يكون مطلب الذهب وكذا، قبل سنتين خذيت الجهاز ولحد اليوم يعني ما زال موجود عندي واستخدمه، وين ما رحت يقولوا الجهاز حلو، الجهاز مميز، وين سويتي وين عملتي؟ فهل تشوف انه في اقبال من الناس انهم يكون جهازهم مطلب الذهب او في شواربسكي كريستالز او غيره من هالامور اللي تميز الجهاز؟ هو اكيد الفكره انها مطلب الذهب، دائما الانسان يحاول يكون مميز في تلفونه الذكي، فهذه الفكره كانت موجوده قبل والحين نفذناها، ان الزبون يقدر يكون مميز بعده امكانيات، انه يقدر يكتب اسمه، يقدر يطيب الذهب، يقدر يحط كريستال، يعني اكثر من مواصفه وحتى الوان اخرى اذا ما حب يكون مطلب الذهب. مش فقط للايفون، للاجهزه الثانيه بعد ولا؟ الاجهزه الثانيه طبعا سامسونج ما قدرنا نسوي عليه، بس الاتش تي سي، جهاز الاتش تي سي ممكن، او الايباد ممكن نطيب الذهب، على حسب الاسعار، على حسب الزبون مواصفات التلفون. اللي حاب انك اذا يدلع جهازه ويكون جهازه مميز ممكن انه يروح لسويتش اون في ركنهم هنا في المعرض، او في محلهم، محلكم اتوقع في بريق الشاطئ والثاني في البهجه، مركز البهجه. نعم، نتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله. الاخ وليد بن علي اللواتي صاحب شركه سويتش اون، شكرا لك. شكرا شكرا، بالتوفيق لكم. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونتواصل مع تفاعل. يسدل الستار اليوم على فعاليات معرض تقنية المعلومات والاتصالات كوميكس 2014، والذي حمل شعار التحول الإلكتروني، الذي تنظمه الشركة العمانية للمعارض والتجارة الدولية بالتعاون مع هيئة تقنية المعلومات. سجل المعرض الذي شاركت فيه 36 مؤسسة حكومية محلية وشركات دولية وعالمية متخصصة في مجال تقنية المعلومات إقبالا كبيرا من الزوار والمهتمين بالمجال التقني والتكنولوجي. كما تم استعراض أهم خطوات التحول الإلكتروني للمؤسسات الحكومية من خلال الأجهزة التقنية والبرامج التي تملكها لتسهيل تخليص المعاملات وتوفير الوقت والجهد للمستهلكين. وشهد المعرض توقيع عدد من الاتفاقيات، أبرزها اتفاقية خدمات التصديق الإلكتروني بين هيئة تقنية المعلومات وبنك ظفار، ومبادرة هيئة تنظيم الاتصالات التي تقدم حلول اتصالات مرئية جديدة لتسهيل الاتصال ذوي الإعاقة السمعية. ويمثل معرض كوميكس نافذة هامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعرض منتجاتها للزوار والمستهلكين، مما يسهم في دعمها وتمكينها في مجال تقنية المعلومات. مشاهدينا في الدقائق الأخيرة المتبقية من لقائنا اليوم من برنامج تفاعل والحلقة الأخيرة من برنامج تفاعل، أذكركم أن المعرض يفتح أبوابه لحد الساعة 10 مساء. اللي ما لحق وحاب أن يزور المعرض لا يتردد ويتوجه إلى مركز عمان الدولي للمعارض. الحين وصلنا لفقرتنا اليومية مع المستشار الفني لبرنامج تفاعل زميلنا عبد الله البحراني. يا هلا مرحبا فيك عبد الله. حياك الله ابتهام. اليوم آخر يوم في كوميكس، وأتوقع يعني كذا فترة طويلة وأنتوا جهزوا للمعرض وأيضا المشاركة في المعرض، فشو شعورك اليوم وأنت راح تودع المعرض؟ شلون أشبه لك إياها؟ يعني أنت تعرفين لما يكون الواحد يعني يوصل مثل خلاص درجة تشبع معينة كذا ويريد يعمل ريليس راحة، يعني هذا بالضبط الوضع اللي احنا فيه موجودين الحين. يبغالك إجازة؟
هو فعلا. طيب خلينا نتحدث عن الموضوع اللي راح تبهرنا فيه اليوم. ان شاء الله يكون في نوع من الابهار كثر ما انه هو يعني انتم عنوان ما شاء الله يعني البرنامج اللي هو تفاعل يمشي على كل شيء داخل في قلب في صميم المعرض الوقت زمن التقنية اللي احنا قاعدين نعيش فيه يعني ما شاء الله يعني اسم صح يعني. فلما اتكلم عن اليوم احنا نتكلم عن الالكترونيك بانكس. الالكترونيك بانكس ايوه يعني مثلا انت عندك البنوك الالكترونية مثل ما انت عندك الحين في بنوك على ارض الواقع موجودة في بنوك موجودة على الانترنت وفي نفس الوقت هي البنوك اللي موجودة على ارض الواقع يصير ان هي تكون هي البنوك اللي على الانترنت. فنحن الحين لما يعني نشوف القدرات اللي وصلت لها التطبيقات في عملية توفير الخدمات المالية على الهواتف الذكية على الأجهزة اللوحية وايد عالية. يعني الحين إذا تتذكرين أمس احنا كنا قاعدين نتكلم عن الدمج والانتجريشن ما بين التقنيات مع بعضها بعض هو كان التراكينج سيستم مع الجي بي اس مع تطبيق معين يعطيك جهاز ما كان في البال ولا في الخيال. الفكره هني نفس الشيء. يعني اليوم انت الحين الدفع الالكتروني احنا متعودين لما نروح السوق انك انت مثلا تكون عندك البطاقه الائتمانيه تشترين فيها صح. طيب الحين الجهاز احنا ملاك متعودين عليه من يوم صغار شايفينه فاحنا متعودين عليه ما عندنا اشكاليه معه. لكن تخيلي انك انت مثلا دفعين بساعتك الله هذا اللي ما يجي في البال يعني او بالتليفون او باي جهاز الكتروني صغير معك يعني. لكن احنا نقول الاجهزه اللي هي تكون ملازمه للشخص بشكل عام مثل ما تفضلتي انت وقلتي الموبايل او الهاتف الذكي ممكن تكون عن طريق الساعه. ففي من ضمن التجارب الجميله اللي موجوده عندنا في معرض كوميكس 2014 هي التجربه اللتوانيه اوكي في توفير مثل هذه الخدمات الالكترونيه اللي ممكن انك انت تدمجيها بشكل خاص. نعم. يعني احنا نعرف مثلا الباي بال موجود الحين مثلا على الانترنت من فتره ووصل لهذه المرحله. نعم. محفظه جوجل بعد موجوده الحين على الانترنت وصير نستخدمها. نعم. لكن لو لاحظتي مثلا في الفتره الاخيره شركه لينكس اللي هي معروفه مثل مايكروسوفت وجوجل وغيرها في لينكس اللي كنظام حر مفتوح المصدر انتجت نظام جديد حق الهواتف او خلينا نقول حق الاجهزه المتنقله. فانتجت ساعه اسمها بولس. نبض بولس بولس من نبض يعني نبض بالضبط. الساعه هذه احنا ما نقدر نسميها ساعه كثر ما نقول ان هي معصم في الايد ينلبس. نعم. مثل اللي لابسته هذا انت ايش كبرى هذا يعني شيء قريب منه يعني يعني اذا كنت ما بطلع عشان ادفع البس هذا يعني ما تسوى عندي لا هي مو هالكبر يعني بس هي اقل عن كذي يعني شوي اصغر يعني شوي انحف ايوه زين. فتلاحظين ان في يعني على كبر يعني تخيلي مثلا لابسته انت ابتهال هذا يكون عباره عن شاشه منحنيه بالاسلوب هذا بالضبط. طيب ميزة هذا الجهاز اللي انت تلبسيه بايدك انه هو يقيس نبض جسمك يعرف يعني البولس اللي موجود انت متوتره عند يعني ضغط دمك ارتفع احد رفعالك اياه او من سالفه مثلا الرياضه اللي انت قاعده تلعبينها بيعطيك انديكيتورز او يعطيك يعني مؤشرات ان انت لازم تهدين لازم تحطين بالك على نفسك. نفس الجهاز هذا اللي في ايدك يصير انه هو يتحكم مثلا بالمبالغ المدفوعه الماليه الخاصه فيك. نعم. فانت بالذات يعني تقدرين مثلا مثل مستشار مالي يعني يكون ولا ايش؟ اي لانه هو يعني البنك هو مش مجرد تطبيق يدفع كثر ما انه هو تطبيق الكتروني مخصص يعني يحسب لك الكالكوليشن مال مبالغك الماليه وين كانت الكالوريز والاكل. ايوه انا دخلت في الدايت شويه. اها صح يعني ممكن ايضا يتحكم بالدايت 100% كلامك 100% صح لانه هو يعطيك بروجرام حق حياتك او حق روتين يومك بحيث انه هو يذكرك مثلا بالوجبه الغذائيه اللي انت تبي تاكلينها نوعيه الاكل اللي انت قاعد تاكلينه عدد خطوات المشي اللي مشيتيها انت في اليوم اذا لعبت رياضه الوقت اللي انت قضيتيه وكيف اثر على جسمك ونوع الكالوريز ممكن يصير تحدي ما بينك وما بين اشخاص ثانيين موجودين في اماكن اخرى بس نفس السيستم عندهم هاي يبيعونها هنا في كوميكس؟ لا هي كتقنيه موجوده لكن هي كتقنيه موجوده يعني صرت تطلبينها من النت الحين وسعرها 190 ريال تقريبا 190 الى 200 ريال لاني شايفها عرفتي كيف؟
فعملية الانتجريشن ما بين السيستمز هذه كلها مع بعضها بعض تنتج لك جهاز صغير ينلبس في معصم اليد أو تشيلينه في كف إنه هو يراقم روتين حياتك اليوم بالكامل. طيب في منا ألوان؟ في منا شنو؟ ألوان. إيه هو هذه موجودة. أيوة. طيب عبد الله راح نروح شوي لمحمد ونرجع لك. تفضل محمد. شكرا ابتهال. طبعا لازلنا في هذه التغطية الأخيرة ربما لمعرض كوميكس 2014، ولكن نقول دائما ربما تنتهي فعاليات المعرض ولكن هكذا تبدأ وتستمر فعاليات هذه السماوات المفتوحة من التقنية وعالم الاتصالات. شبابنا متواجدين وبقوة من هنا من خلال فعاليات مختلفة ومشاركات. يسر أن يكون معنا سليمان بن عبد الله بن مسبح المسعودي شركة كيبروز للإنتاج الفني. طبعا سليمان كشبابنا العماني يحاول هكذا أن يكون له حضور مميز. مساء الخير سليمان. مساء النور أخي سليمان. حدثنا عن كيف بدأت الشركة وهل في صعوبات معينة بسيطة تغلبتوا عليها؟ في البداية اسم الشركة كي اي برود برودكشن. احنا شركة انتاج فني صارنا تقريبا في السوق في حدود 4 سنوات. كانت البداية بداية هواية ومن بعدها الحمد لله انتقلنا للاحترافية. بدأنا برأس مال ممكن تقول أشبه بلا شيء زين، والحمد لله الحين احنا شركة تقريبا كل الأشياء الأساسية موجودة في الشركة والحمد لله إلنا سمعتها في السوق. طيب كيف تعامل الناس معاكم زباينكم؟ كيف بنيتوا اسم في السوق؟ في البداية رفعنا الكواليتي أو الجودة من الفيديوهات والأفكار اللي نقدمها كمنتج في الإنتاج الفني. هذا اللي أدى لحاله إلى نشر اسم شركتنا، والحمد لله سمعتنا حاليا في السوق من أحسن الشركات الإنتاج الفني في السوق العماني. طيب عندكم طبعا أشياء كثيرة جدا سليمان، يعني عندكم خدمات فنية، فيديو كليب، تعملوا أشياء كثيرة جدا في المجال الفني. ما هي خطتكم القادمة أيضا لفتح أيضا نقول مسارات ومجالات أوسع وأرحب للشركة؟ في المستقبل إن شاء الله ناويين أن نوسع الشركة بحيث يكون نغير من الإعلام ونحدث الإعلام إلى الإعلام الرقمي، بحيث يكون الإعلانات اللي نقدمها والفيديو كليبات بتقنيات وتصوير سينمائي وجودة عالية. طبعا شكرا سليمان بن عبد الله بن مسبح المسعودي احد الشباب، ايضا نتمنى لهم ان شاء الله كل التوفيق من خلال ايضا معرض كوميكس الذي انتهى اليوم، ولكن في المعارض والمناسبات القادمه. اعزائي المشاهدين هكذا كنا طبعا في تفاصيل كثيره جدا من خلال معرض كوميكس 2014. 5 ايام كنا في تقارير مختلفه في عرض مباشر الى درجه انه تنفسنا فعلا تقنيه، ونحن اليوم ايضا نستخدم ايباد وهو ايضا من يعني شاشات بسيطه جدا ولكنها تحتوي كل العالم من خلال منظومه تقنيه. اودعكم طبعا في هذا التفصيل الاخير، ولكن لاشكر كل الفريق اللي كان معنا، طبعا فريق التصوير وكل الشباب، الفريق الفني باختصار، فريق تفاعل اشكره، وايضا انتقل مباشره الى زميلتي التي كانت معنا على 5 ايام. اشكرك ابتهال. محمد كل الشكر والتقدير لك على جهدك الكبير اللي بذلته خلال الايام الفايته من برنامج كوميكس، وما شاء الله يعني كوميكس اثر عليك من اول حلقه لحد البارحه وانت بالاوراق والكروت، اليوم ما شاء الله صار ايباد والواح رقميه وكذا. والله تعرفي ابتهال لما واحد يزور المعرض ويلتقي مع شركات كثيره جدا مع زوار احيانا من خلال تقاريرنا نحن في التقرير، تعرفي ابتهال اكون قريب جدا ايضا من الجمهور من خلال ايضا الحملات القويه صحيح. للشركات الراعيه لهذا المعرض، شراء وبيع، اجلس هنا واجلس هنا واسمع هكذا. طبعا في الاخير انا احس انه التقنيه اصبحت كالماء والهواء في هذا العهد. في هذا العصر المتواكب السريع. طبعا ابتهال انت بامانه كنت من الناس اللي تعطينا هكذا دعم في الربط المباشر. الف شكر لك يا اخوي محمد، شرفت بالعمل معك وان شاء الله تجمعنا اعمال قادمه. شكرا جزيلا لك محمد. شكرا ابتهال، وشكرا ايضا لكل من اشتغل في فريق تفاعل، ونقول دائما لهذا الشعب الجميل ولهؤلاء الشباب التقنية مفتوحة بلا حدود، ولكن يجب أن تحكمها قيمنا الإسلامية العربية الجميلة. هكذا نودعكم على أمن اللقاء في تغطيات قادمة، دمتم في أمان الله، ونتمنى دائما الأمن والأمان لهذا البلد العريق ولمولانا حضر صاحب الجلالة وهو الراعي الأول للتقنية في هذا البلد، دمتم في أمان الله. شكرا لك محمد. والحين يعني احنا باقي لنا دقائق بسيطة لحلقة اليوم، عندنا وقت شوية ندردش ولا خلاص؟
للاسف خلاص ما عندنا وقت. عبد الله، عبد الله تشرفت بشوفتك كل يوم في برنامج تفاعل، وكنت منورنا كمستشار فني لكل تفاصيل البرنامج. يعني احنا كنا متعودين عاده تكون انت جالس على هذا الكرسي، ولكن يعني تشرفنا ان كنت طبعا بشكل دائم وياك. لا لا بالعكس، ومعرض كوميكس 2014 هالسنه في اضافات وايد حلوه، بس اتمنى ان الناس تكون ركزت عليها وفهمتها. والمعارض مش سوق، يعني لازم نحط في بالنا ان المعرض مش مكان عشان نروح نتسوق عليه ونحكم عليه من التسوق ماله. صحيح. لو المفروض ان احنا نندمج شوي اكثر. يعني محمد لما كان يودعنا كان يقول لنا انه هو من خلال تجوله في المعرض وفي كل الاركان استفاد كثير اكثر من انه يعني شاف اشياء ممكن واحد يشتريها ويستخدمها في حياته اليوميه. تقنيات، لانه التقنيه هي ثقافه. بالضبط، يعني ثقافه ومعرفه، وكثر ما قدر الواحد انه يستفيد خاصه من تجارب الدول اللي موجوده، زايد البزنس سايد اللي موجود قطاع الاعمال، شيء خيالي والله ابتهال. نعم. شكرا جزيلا لك عبد الله، وما ادري اذا بتاخذ اجازه، بس اتمنى لك اجازه سعيده. في اجازه خلاص، يلا ان شاء الله اجازه سعيده. عاد بنتابع اخبارك على انستغرام. شكرا لك. شكرا عبد الله. كل الشكر لكم مشاهدينا الكرام على تواصلكم وتفاعلكم معنا في برنامج تفاعل. أحب أشكر كل فريق عمل البرنامج اللي بذلوا قصارى جهدهم لتقديم صورة طيبة عن معرض الاتصال وتقنية المعلومات كوميكس 2014. يعطيكم ألف عافية زملائي الكرام، وتحية لمخرجنا اللي متواجد حاليا عيسى، وتحية أيضا لمخرجنا سعيد موسى اللي أصيب بوعكة صحية، ونقول له ألف سلام عليك، ما تشوف شر إن شاء الله. شكرا لكل فريق العمل، وشكر الكبير لكم أنتم مشاهدينا الكرام على تواصلكم وتفاعلكم. برامج تلفزيون سلطنة عمان أكيد دائما تستمر وتتواصل وإياكم، أتمنى متابعتكم الدائمة والتواصل مع الحساب الخاص بتلفزيون سلطنة عمان عبر جميع شبكات التواصل الاجتماعي أمان تي في جنرال. نلقاكم على خير بإذن الله، باقي ساعة قبل ما تغلق أبواب معرض كوميكس 2014. نتمنى أنكم تستمتعوا بالساعة الأخيرة من هذا المعرض. نشوفكم على خير إن شاء الله في برامج أخرى، وإلى اللقاء.